بدأت بسم الله في القول أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير يبلى، وزدت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. وبعد، فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبل. حياكم الله وبياكم، وطيب الله عشيتنا وإياكم، وعليكم يا أحبتنا السلام، وأجحفكم برحمته السلام، وأسكنكم مساكن طيبات تحية من تبوأها السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وظهرت علامات الإعراج بينة وثبتت حركاته، وطبتم وطاب ممشانا وأمشاكم، وجمعنا الله وإياكم مع أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته الكرام. ومن البشريات أيها الكرام الفضلاء أنه في رمضان كلمات العصر صارت سنة ماضية رشيقة قشيبة، ولا سيما أن الناس فيها يكونون مقبلين بأفئدتهم وأسماعهم لسماع المواعظ وسماع الدروس. فكم الإنسان أيها الكرام الفضلاء ما زار المسجد إلا في رمضان، ثم بعد ذلك أصبح من أهل الصف الأول وأصبح حمامة من حمائم المسجد. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يعينه في الزمان الفاضل وأن يعينه في المكان الفاضل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فيه مقال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن من رحمة الله عز وجل أن يوفق العبد إلى هذه الأمور. الله عز وجل يقول: ما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق لا يباع ولا يشترى، إنما هو محض نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. وأبشروا وأملوا أيها الكرام الفضلاء، فقد قال النبي فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال أيضا في المتفق عليه: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يلتقون في صلاتي الفجر والعصر، يسألهم ربهم وهو بهم أعلم: كيف جئتم عبادي؟ قالوا: جئناهم وهم يصلون. قال: كيف تركتم عبادي؟ قال: تركناهم يصلون. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وروى الإمام أحمد في الزهد موقوفا عن سلمان الفارسي وله حكم الرفع كما قال أهل العلم، أن الله عز وجل لما خلق آدم قال: يا آدم، لي واحدة ولك واحدة وبيني وبينك واحدة، أما التي لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك أني أجازيك بعملك وأغفر لك وأنا الغفور الرحيم، وأما التي بيني وبينك أنه منك المسألة والدعاء ومني الإجابة والعطاء. فأنتم مع رب كريم أيها الكرام الفضلاء، إذا أعطى العبد أدهش من القصص. يحكي لي أحد الإخوة في مدخل رمضان أن رجلا يعمل معهم منظف في المكتب، يعني عامل نظافة، وحالته يعني في شدة مسغبة وضيق عيش، فيشاء ربك تبارك وتعالى أن يموت أبو زوجه فترث المرأة 10 ملايين ريال ونيف، فينتقل من غنيمة بشق ليكون أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. والله عز وجل إذا أعطى العبد أدهشه العطاء تبارك وتعالى. فما بالك أنت في شهر كريم، أنت في شهر مبارك أيها الكرام الفضلاء، فيه من البركات والعطايا ما الله به عليم. لما تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وتتأمل في مناقبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجد أن الله عز وجل لما تكلم عن الأنبياء جميعا ناداهم باسمهم: يا إبراهيم، يا موسى، يا يحيى، إلى غير ذلك. لكن لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر اسمه مجردا في 5 سور، وجاء ذكره في 5 آي معلومة مشتهرة في آل عمران والأحزاب والقتال والفتح آب والصف كانت آخرة فصل على المصطفى في الآخرة. هذه 5 مواطن ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد
من رجالكم. وفي سورة القتال أو سورة محمد وأمانوا بنزل على محمد والحق من ربهم. وفي سورة الفتح محمد رسول الله. ومن نافلة القول أن هذه الآية الأخيرة في سورة الفتح جمعت كل حروف الهجاء في اللغة العربية هي ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا في سورة آل عمران. وفي سورة الصف وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فجمع الله له بين اسم المفعول وصيغة التفضيل فيكون هو أكثر الناس حمدا لربه، أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. ويحمده الخلائق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا أن صيرتني في قولك يا عبادي وأرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما ما دون ذلك في القرآن فتجد أن الله تكلم بصفاته، فذكره بصفة الرسالة وذكر بصفة النبوة وذكره بصفة العبودية. فلما تأتي لمناقبه قال ربنا عز وجل في ثباته: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. النجم هو النجيل العشب الأخضر، هذا هو النجم. وقيل هو النجم الغابر في السماء، والقول الأول هو الصحيح. والنجم إذا هوى يقسم الله بما شاء كما شاء، يعني هوى إذا طاح بعدما كان أخضر يعني عنه. ما ضل صاحبكم وما غوى، ثبات، ولذلك من مناقبه الثبات عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه فاروق الذي إذا فج طريقا فج الشيطان طريقا آخر. جاء في مناقبه: إن في كل أمة ملهمة، وإن يكن في أمة يكن عمر. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك. فكان من حظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي وافق الكتاب والسنة في 40 موطنا، فإذا به يرى معه صحيفة. فقال: ما هذه يا عمر؟ قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خوي يهودي حبر من الأحبار، وهذا التوراة حقتهم، قلت إيش أطلع فيها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى الله عز وجل عقله أنه ما أصابه الضلال ولا الغواية عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. أبدا بصره لا يزيغ ولا يتعدى حدوده عليه الصلاة والسلام، لأننا نحن في شهر عظيم أيها الكرام باركون، مزرعة. ولذلك قال ابن رجب في جامع علوم الحكم، قال: كانوا يسمون شهر رجب بشهر البزر بشهر الحرث والبزر، ويسمون شهر شعبان بشهر السقي، ويسمون شهر رمضان بشهر الحصاد. فمن فرط في زمان حرث وبزر وسقي عض أصابع الندى في وقت الحصاد، لم يجد له شيئا. ولذلك أيها الكرام باركون، أنتم تتعجبون في الفضائحيات وفي هذه القنوات المنتشرة يجمعون في 330 يوما ما يتخيؤونه في 30 يوما ليضلوك. تأمل الآية 26 في سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله يريد منك هذا، بين لك كل شيء، هداك الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما هي صفاتها يا رب؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وأنت 17 مرة في صلاة فريضة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذه من هذه الصراط؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم تتأمل بعد ذلك والله يريد أن يتوب عليكم. ولكن هناك فريق آخر جلس لك بالرصد ليل نهار والعياذ بالله يلعب في أفكارك ويضيع عليك لذة الصيام ولذة القيام. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال سفيان إن القلوب ضعيفة وإن الشبه خطافة فعلينا أيها الكرام المباركون أن ننقي بيوتنا من قاذورات القنوات. هذه فرصة ليربى الطفل. أحد الأطفال في مدرسة أحرز هدفا في حصة التربية الرياضية ثم فعل هكذا. تعرفون إيش هذه معناها؟ عارفينها يا مشايخ؟ الآب الابن الروح القدس والعياذ بالله. الترينيتي إثنيك عقيدة التثليث عند النصارى. فقال له المعلم يا ولد ايش بك؟ قال يا أستاذ اللعب اللي أنا أحبه ترى يسويها. طفل بريء مسكين يقلد وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عودهم أبوه مشى الطاووس معودا صباحا فقلد مشيته بنوه. مسكين بريء يحتاج منك توجيه ذات الله خير. يحتاج منك أنك في هذا الشهر أن تقربه إلى الله. تقول عائشة في الصحيح قالت كنا نلهي الأطفال باللعبة من العهن نصومهم. كل ما يقول نبغى الماء نبغى ناكل تديهم اللعبة له فيها لعبة لا تغير من أفكاره ولا تضله ولا تبعده. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول النبي عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الصحابة إنهم يلومونني أني أكتب كل شيء عنك. قال يا عبد الله أكتب كل شيء فوالله ما أقول إلا حقا. مؤيد من جبريل. فلا تشك أبدا في شيء جاء من النبي. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك في الصحيح قال إذا جاء في النساء معذرة قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مرضة الشياطين ومنادي ينادي يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وإن ولله في كل ليلة عتقاء. فعليك أن تصدق ذلك وأن تقول سمعنا وأطعنا. الصديق المسجد هذا مسجد أبو بكر الصديق صحيح؟ صح؟ اسمه كذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. النبي أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة ورجع إلى بيته ولا يزال الفراش حارا. ثم أصبح الصبح يخبرهم قالوا يا محمد هذه كبيرة شوية نضرب له أكباد الإبل شهر ذهابا وشهر إياب وانت تقول في ليلة رحت وطلعت كمان السماء ورحت عند سدرة المنتهى وكلمت البارئ هذيك يعني خليها طيب يعني شيء يعني معقول يعني مو تكبرها مرة واحدة. فصف لنا البيت المقدس. فإذا بربنا تبارك وتعالى الذي إذا أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعض الناس يقول لمن أمره بين الكاف والنون. قال شيخنا بن عثيمين هذا خطأ. بين الكاف والنون nothing ما في شيء. لكن نقول لمن أمره بعد كن. فإذا بربنا عز وجل يعني يجلب له بيت المقدس عند مرمى بصره ويصفه لهم قطعة قطعة مدخلا مدخلا بابا بابا نافذة نافذة. بل أكثر من ذلك قال لقد ظل لكم بعير أحمر وحيجيكم بعد كم ليلة. قاموا مجدوهين قالوا يا أبا بكر إن صاحبك يحدث أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع في نفس الليلة. الصديق ما قال فيها قولان. طب نفكر طيب والله الموضوع ده يا أخي انكريدبل ما نمصدق أنا القصة هذه.
قرأ عند الشيخ جوجل وجلس أمام القنوات والفضائحيات وجلس يعني يزم في دين الواحد الديان. قال إن قالها فقد صدق، انتهت المسألة. إني أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في رحلة إلى بيت المقدس؟ أيهما أعظم؟ هذا أعظم. ومن هنا خلع عليه لقب إيش؟ لقب الصديق. وأبى الله عز وجل إلا أن يذكره في كتابه تعريضا، فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، معية التأييد والكلاء والحفظ. قال ابن تيمية وأجمع علماء الأمصار من أهل الإسلام أن من وقع في الصديق يكفر إجماعا، لأن الله قد أثبت له الصحبة في كتابه. فيش لعب، لا تبعد لي جزاك الله خير، فطرت وصمت وصمت فطرت على قنوات والعياذ بالله. نقي وضعك من الآن أخي الحبيب، تذكر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكلاهما مستهدفان في رمضان، بصرك وفرجك مستهدف في رمضان، لما ترى العاريات والغانيات حاشات وكفات وأوات فتصبر على هذا البلاء المستطير، تضيع ما جمعت في 15 ساعة ونيف من الصيام. صعد النبي المنبر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال آمين آمين آمين. الصحابة تعجبوا، أنت كل مرة تطلع المنبر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول مرة أنك تتؤمن فيه. وكان منبره 3 درجات، وده الحديث الوحيد الذي تعنوي له بعنوان جبريل يدعو والنبي يأمن. سألوا قال لهم أنا أول درجة طلعت جاني جبريل، قال رغم أنف عبد أدرك والديه ولم يغفر له، قل أمين. قال قلت أمين. قال رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، قل أمين. قلت أمين. قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل أمين. قال قلت أمين. اللهم صل على ابن القاسم. عجز القصيد وهده الإعياء لما أراد مدحك الشعراء، فالوجه بدر والسمات مليحة والنظم در والشفاه شفاء، وله الحوض العظيم وكوثر وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء. ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال اذهبوا إذ أنتم الطلقاء. هذا أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه مناقبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله فيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك ولو طلبت نفسه لأعطاها فليتق الله من كان طالبا. والبخاري في كتاب الجنائز أنه أهديت إليه جبة مشته وطلع للصحابة ما عنده غيره عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الصحابة أكسنيها يا رسول الله، فنظر إليه الصحابة كأنهم يلومونه، فجلس النبي هنية ثم طواها إليه وأرسلها، فقال للصحابة والله ما أردتها إلا أن تكون كفني. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن داوم المثني عليه وكررا، إذا الله أثنى عليه بنفسه كفاه بذا فخرا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بذاته فما مقدار ما تمدح الورى، يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحر. من يملك المدح وقد مدحه ربه تبارك وتعالى. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلذلك من مناقبه في رمضان قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث ابن عباس قال كان رسول الله أجود الناس، الذي طبيعته الجود من أي النواحي أتيته فالجود نهر والإكرام ساحل. هذا النبي على طول كده يعطي ما عنده، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مو يجيب كيس أسود يحط فيه الأكل ويدخل عشان الجيران ما يشوفوه، لا ما في الكلام هذا. ولا يقول لك اللي يبغى البيت يحرم على الجامع، لا ما عنده الكلام هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة، الصلاة أقيمت
تركهم ودخل إلى بيته ورجع وهم واقفون. قال إني ذكرت أن تبرا عند آل محمد فما أردت أن أصلي قبل أن أقسمه بين المسلمين. ذهب بنت سجيلة كما عند البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول من أوى إلى فراشه. فاطمة بضعته المباركة تأتيه أول أهل بيته لحاقا به بعد موته عليه الصلاة والسلام، التي منها نسل الأشراف والسادة، منها نسل النبي الكريم، ما خرج النسل إلا من مين؟ من فاطمة. وغيره مات عنده عشرات الأولاد ولم يبق له عقب. انظر إلى العجب العجاب، سبحان الله، لكي يقول الله عز وجل إن شانئك هو الأبصر، هو اللي يضبط، هو اللي منقطع، من تنسبك منتب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عليه الصلاة والسلام. تأتي تقول أريد خادم يا رسول الله، سمعت أني جالك تبي، أنا جالس ألف في الرحل حد ما يدي تعبت، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يشيل في الدنو حد ما يده تعبت، ونقوم البيت حد ما غبرت وجوهنا. قال كلا والله يا بنيتي حتى يشبع المسلمون. موذن السير يسير وهذا للبيت، يقول لك دولة من الدول واحد أعطوه عشان يبني شيء للدولة، فكان يجي تريلتين فيها رملة، واحدة للبيت وواحدة للمشروع حق الحكومة، فقام المشروعان معا، فرزق بسائق نصاب، فإذا بالسائق كمان صار عند بيت بلا. قال له من متى؟ قال له موسى كنت بتبعت تريلتين، واحدة للمشروع والثانية نص عندي ونص عندك. روى أبو داود في سننه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يقول لك والله عندي واحد كده يسويها لك غير بس تعال سوي نفسه، يعني بيجيب لك يعني بيمشي لك، أنت ملعون ومنك داري ذاك الله خير. واللعن الطرد من رحمة الله، وليس معنى ذلك تاجر المرتشي تقول له يا ملعون، لا يجوز لعن المعين، واحذر غيبة ونميمة ولعن معين، لكن هو والعياذ بالله هذا الفعل فيه لعنة، نسأل الله السلامة والستر والعافية. لكن قال لها يا فاطمة أولا أعلمك ما هو خير لك من خادم، وإيش رأيك أديك شيء أفضل؟ قالت بلى يا رسول الله. قال إذا أويت إلى فراشك، طبعا بعد ما راح زارها هي وعلي وجلس بينهما وتربع، قال وإني علي يقول وأشعر ببرد بطني، رجله فين؟ في جنبه. قال على مكانكم حديث أحد بزواج جثة عرفان جدد. فقال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 وكبر 33 وأحمد 33 وكبر 34 ذلكما خير لكما من خادم. قال ابن القيم في زاد المعاد ومن حافظ على هذا الذكر عند النوم أعين على أعماله وإن كانت شاقة بالنهار. حافظ على هذا الذكر السنة بارك الله خير. هذه مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يعطي. وأجود ما يكون في رمضان، وهنا قال الطيب وابن القيم وابن حجر ومن فضائل ذلك أن الإنسان يزيد في الزمان الفاضل وفي الوقت وفي المكان الفاضل خيرا، ما هو عيب أن المساجد الناس تقبل على القرآن في رمضان. قتادة كان عنده 40 ختمة يختم كل يوم تلاوة ويختم كل 3 في الصلاة، الشافعي 60 ختمة، هبة الله بن عساكر 59 ختمة، ما هو عيب يا إخواني ولا نسرب، لكن من نراه من جيراننا أول مرة يجي المسجد نأخذه في كنفنا ونقول له نريد نراك مباشرة كل يوم إن شاء الله في رمضان، لأن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، رب ذي الحجة، لا نسرب عليهم يا إخواني، فرصة القلوب كلها مقبلة، الشياطين مصفدة، إخوانكم وإخوانه له إخوان إخوانه يدعون إلى الهدى، إيش تينا خليدي يا أخي، إيش أنك أنت تصد وتمنعه؟ لا تمنعه، رحب به وزده ترحيبا وزده برا وابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وتقول إن شاء الله تستمر على هذا العطاء وعلى هذا البر. وعلينا أن نتفقد بعضنا بعضا من الجيران يا إخواني. النبي كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا افتقد واحد من الصحابة يقول أين فلان؟ فين ثابت بن قيس بن شماس؟ ماني شايفه. قالوا يا رسول الله لما نزل قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان جهوريا كامل هو من خطباء النبي عليه الصلاة والسلام. لما يأتي الوفود يتكلم من صوته جهوى، لم يحتاج مايكروفون ولاخر. قال بس آية هذه المقصود بها، أنا الوحيد اللي صوتي عالي. فدخل بيته وأغلق داره ورمى المفتاح لزوجه فاطمة بنت أبي بن سلول، شوف هي متزوج بنت مين سبحان الله. قالوا لا، قال النبي لا، قولوا له يعيش حميدا ويمت شهيدا. الله أكبر، شوف المنقبة. وأجود ما يكون في رمضان حينما يدرس جبريل القرآن، فرسول الله أجود من خير من الريح المرسل. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، ولا نريد أن نطيل لكي نترك الفرصة للإخوة الذين عندهم تلاوات. وخير الكلام ما قل ودل. أسأل الله أن يهل علينا هذه الأيام هلة عديدة، وأشهر المدينة ونحن وإياكم في حياة رغيدة سعيدة. اللهم أصلح ولاة أمرنا لكل خير، وأعنهم على كل بر. اللهم انزل على هذا الحي يا رب العالمين رحمة وعافية وصلاحا وبرا ومحبة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم آبائنا كما ربونا صغارا، من كان حينا طول مر على الطاعة، ومن كان ميتا فاجعل مساه جناتك جنات النعيم. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض والمغاربة. اللهم اجعل هذا الشهر شهر نصرة على المسلمين في الشام والعراقين وأراكان وفلسطين واليمن. اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين في الثغور يا رب، سدد سهام مرميهم واخلفهم في أهلهم بخير، وردهم بنصر وغنيمة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لاحقنا ورحود، والشكر بعد الله موصول لكم ولشيخنا وحبيبنا، جزاه الله خير على هذه الدعوة التي أسأل الله أن يكتب أثارها وخطواتها وكلماتها. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.